عندك قصيدة اسمها مصب النور، يا وردة من مصب النور مسقية، العمر بيدا ظلام وتاهت أحلامي، آخر رسائل محب الصبح هذه، غرقت وجيها البياض ونشفت أقلامي، وانتي لحالك بفهم الحال معنية، وأنا كما قلت لك يا منبع إلهامي، كني غريب حدا للسدر والفية، وتوسد المزودة ومن التعب نامي، وفي الحلم مثل الحقيقة جاه حورية، صحت منامه وقالت سير قدامي، واخذته القصور من ياقوت مبنية، حدايق مثمرة ورزاق وانعامي، عز ورغد عيش وجواء غرامية، هامت بها المترفة والمغترب هامي. الله. وفي ذروة الحلم مروها الحرامية، وصها الحصانة وقام، وليت ما قامي، مفجوع مذهول في حالة جنونية، لابس حزامه ويصرخ هاتوا حزامي، قابض على بندقه ويقول وش ذي يا أرمي بها كيف، لا والله ما نرامي، يزهم عليهم يا ذولا شفتوا بنية قمرة طويلة عليها شال والثامي، تايه بلا عقل في دار خلاوية، مسرج حصانة ويمشي حافل أقدامي، أحباب ما همهم وديار منسية وأحلام من حلوها في حكم الأوهامي. السلامة. الله 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 يسلمك. هذه يوم تقول لي شوف قرية الحزم يقول أحباب ما همهم وديار منسية. في الشجن موجود في أضيف قصيدة. اي والله انا اعتبرني في امسيه الحين. والله.